تهجرنا من مدينة حلب ببساط الخضر إلى قرية السلوم. متزوج وعندي 3 أولاد، عندي 3 بنات، وأنا كنت المقيم في أهلي. وحالياً بيركين هلأ أنا ما بحسن نشتغل لا شغلي ولا عملي، بيرك لا شغلي ولا عملي، بيرك في بيت في هالقرية. صار عنده ثقب في المعدة من زعله على حاله، وهو أكبر شيء في العيلة، هو يعني معين إلنا كلياتنا، وأبوه عنده عجز شوي، وأخو الأصغر نفس الشيء. حسبي الله ونعم الوكيل.